ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إيش الحزب؟ أي جماعة تجتمع على عقيدة أو مرات بنسميها فلسفة أفكار، وتجتمع على آراء وأهداف مشتركة. شو اسمهم هذول؟ حزب. سواء اعترفت فيهم الدول ولا ما اعترفتش، سواء أخذوا موافقة رسمية ولا ما أخذوش، سواء سموا نفسهم حزب ولا ما سموش. لذلك الله سبحانه وتعالى اعتبر الأمة الإسلامية حزب يجمعها عقيدة، حتى لو اختلفت فقهيا في أمور أو اجتهادات كله مقبول ضمن الدائرة. واليوم ما يسمى بالأحزاب الحكم عليها على ضوء آرائها وأهدافها. كيف بدنا نعرف موقفنا من حزب من ناحية شرعية؟ أي حزب فلسفته تناقض العقيدة الإسلامية وأساسيات الدين وأهدافه بعيدة عن أهداف الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء، وإن كان ضمن المسلمين. لأنه أنا بسمع في ناس كن قال ما فيش في الدين أحزاب. الأول إن الأمة كلها حزب واحد الأصل هيك، ممتاز. لكن هذا بيمنعش إنه يكون في الأمة جماعات لها أهداف جزئية هيك في قضايا معينة ممكن تنشأ مشكلة في البلد، يتكون جماعة في هذا البلد من أجل حل هذه المشكلة فرضا. إيش اللي بيمنع هذا الكلام؟ وإذا بتلاحظوا كل الأمم مين اللي غالبا يقودها؟ مين اللي بيقود الأمم؟ الأحزاب. أي أمة ملهاش جماعة مجتمعة هيك تكون قيادة تقود المجتمع تقدرش تحل مشاكلها. كل العالم شو ما يكون أفكاره قيمه مبادئه، إذا بتلاحظوا مبدأ التجمع هيك من أجل فكرة معينة وأهداف معينة كل البشر تستخدمه. بس هذا ما بصير يخل في إيش؟ يخل في إنه الأمة كلها حزب واحد. كثير من الناس اليوم ليش بتنفر صارت من الأحزاب؟ لأنه صاروا بعض الأحزاب أو كثير منها تعمل كأنه حواجز وتعصب. بعد ما كانت العنصرية للقبائل القبائل أو حمولة أو شو صارت؟ تتحول لأحزاب، ونسيوا أو بنسوا إنه هم أصلا موجودين ابتداء في زعمهم من أجل الناس. فالخلل هذا اللي بيجعل بعض الناس أحيانا ينفر إيش من موضوع الحزب. على كل والله يقول إنه الأمة كلها حزب واحد بشيك. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إيش غالبون؟ العبرة بالفكرة وانتشارها. أما قضية المعارك ومش معارك وانتصر في معركة وما انتصرش، هذه قضايا، هذه آخر الحل الكي، وهذه عمليات جراحية. أما هو العبرة في حتى القوة المقصود فيها حماية الفكرة. إذن إيش يعني فإن حزب الله هم الغالبون؟ غالبون في أي باب؟ هي في أي باب بالدرجة الأولى؟ الفكرة. وانتوا شايفين من وقت ما نزلت هذه الآية إلى يومنا هذا مين الغالب على مستوى الأرض كلها؟ بالفكرة. أيوة، تجد الفكرة الإسلامية اللي يعبر عنها التعبير الصحيح تقتحم وتسيطر وين ما كان، تغلب. خصوصا إذا كانوا المؤمنين كلهم قائمين كل واحد في اختصاصه ينصر الفكرة الإسلامية. على فكرة البشرية يعني بتكون سنين بس معدودة على الأصابع بيكون الإسلام يعني عام كل الكرة الأرضية. لذلك لما كانوا المسلمين متخلفين وانتشر فيهم الأمية حتى العالم نفسه تاه. الآن إذا بتلاحظوا المسلمين عم بيرجعوا بيكون عندهم قدرات يتواصلوا مع الأمم الثانية، الفكرة بتقتحم